ينشغل زبائن سوق الملابس المستعملة في مدينة الموصل بسد النقص الحاصل في خزانة ملابس العائلة. أسعار البضاعة هنا تتناسب مع مقاس ميزانية ذوي الدخل المحدود الضيقة. مع انقضاء الربع الأول من تشرين الثاني بدأ حضور الشتاء واضحاً وزاد الإقبال على التبضع لاستقباله. يعني الفقير اليوم إذا قام صلاة تجاوز جوا بسوق النبي ما يقارب أو جدة وتركه والصيني 25-20 ألف، اليوم الفقير بالعكس يأخذ 1000-2000-3000 كما يقارب، بس هي درجة ولها ماركة تعتبرها حتى أحسن من الأمن الجديد. إذا أكو بضاعة محلية ودعم محلي وإنتاج محلي مضبوط ذات جودة عالية أكيد الناس راح تتجه عليها، يكون أسعار مناسبة. ولو الحكومة تحاول تفتح المصانع المحلية أيضا، بس لو قد تشتغل الشباب تشتغل أيدي عاملة ما تفوت يعني تقضي على البطالة. لم يقتصر غلاء الأسعار عقب ارتفاع سعر صرف الدولار على البضاعة الجديدة، بل وصل صداه إلى هنا أيضا. السواد الأعظم من هؤلاء الناس يقصدون هذا المكان لفقر الحال، لا قدرة لهم على شراء الملابس الجديدة، يكتفون بملابس مستخدمة تسترهم وتقيهم البرد القارس. المتبضع اللي يجي غالبتهم فقراء، فالبالة رخيصة اللي يشتريها الفقير فقط. فنتمنى من الحكومة أن ينتبهون للشعب الموصلي، ناسها فقراء. ارتفاع يعني أنا أقول لك بسيط، يعني مو ذاك الارتفاع، بس يعني هم شهد يعني ارتفاع ملحوظ على سعر الدولار اللي صار على حسب ما يقولون 66-67 وصل. ويعلل بعض المتبضعين أنفسهم بآمال تتجسد بهيئة قناعة ورضا، فتوفر لقمة العيش أهم من كل الاحتياجات الأخرى يقولون، خصوصا في مدينة تخفي تحت نقاب الإعمار والتطور فقرا نتج عن حرب طاحنة غيرت حال كثير من أبنائها، والذين يشيحون بوجوههم عن الكاميرا ويتخذون من الصمت لغة لحديث يبدو أكثر بلاغة. أجدها أمزل بشن وصعرها قالي، بس أنا أسعارها مناسبة ما شاء الله. وتشهد أسواق البالة في عموم المحافظات العراقية نموا وتكتسب شريحة أوسع من قبل المواطنين، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الملابس المستوردة وصعوبة تلبية احتياجات العائلة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.